أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي في دعوى جزائية عامة مقامة ضد أحد المواطنين بعد ممارسته الإدارة والمشورة على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية مقابل حصوله على نسبة من الأرباح دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية. وتضمن القرار فرض غرامة مالية مقدارها 100,000 ريال. واحد من الأخبار اللي أعتقد أنها جديدة على مستوى النشر وعلى مستوى الإعلام اليوم أنه أحد يمارس المشورة والإدارة في الأسهم بدون الحصول على ترخيص ويعاقب بغرامة مالية وينشر هذا الأمر. وش تفاصيل هذا الموضوع؟ ماذا ينص عليه النظام؟ يسعدني أن أعرف كل هذه التفاصيل مع الأستاذ عبد الله الربدي الذي ينضم إلي الآن عبر الهاتف. أستاذ عبد الله مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. مساء النور يا هلا والله وسهلا. وش التفاصيل يمكن من الأشياء اللي شوي مفاجئة أو غريبة أو ما نعرفها من أول اليوم اللي يبغى يتحدث عن الأسهم أو يعطي أي مشورة لازم يحصل على ترخيص ومن وين يحصل عليه؟ نعم صحيح. الهيئة في قيامها الدور الرقابي والنظامي على مساحة الاستثمار في الأوراق المالية من دورها انها تضبط هذا العمل اللي قد يمارس وقد يمارس في السابق، يعني نتكلم على 20 25 سنه كان دون انضباط وكان كل يعني من اراد ان يتحدث وبخبره او بدون تصريح ولا يعني بدون ما يملك المؤهلات انه يستطيع ان يتكلم، وكثير منها كانت تمرر للاسف صفقات خاصه في هؤلاء اللي يقدمون هذه النصائح. فبالتالي الهيئة ماذا عملت؟ قننت العملية وقالت كل من أراد أن يعطي مشورة على الأسهم يجب أن يكون شخص مرخص لها. عشان تصير مرخص لك لازم أنك تمر في عملية يعني اشتراطات ومتطلبات ويكون عندك مؤهلات معينة عشان تستطيع أن تتحدث، لأنه الكثير سوف يسمع لك قد يغرر بهم قد يحققون خسائر كبيرة، فبالتالي هذه الممارسة لازم تنتهي. الحكاية بل أشد على الإدارة اللي هي تدير أموال ومحافظ بدون ما تاخذ ترخيص، وهذه عليها عقوبة أشد. طيب بنيجي لموضوع الإدارة، لكن موضوع الأشخاص الآن، يعني هذا القرار يشمل مثلا الناس اللي ممكن يطلعوا في مواقع التواصل أو غيرها يعطوا أي آراء أو انطباعات أو توقعات أو مشورات على موضوع الأسهم؟ اي طبعا، هي العمليه قد تكون يمكن ما هي واضحه للبعض، لكن اذا كانت المشوره هو الحديث طبعا تستطيع ان تتحدث عن الاسهم، مو بالضروره انك تمنع عنها، لكن انك تعطي راي وتشور بارتفاع او بيع او شراء على ورقه ماليه هذا يعتبر ممارسه لابد ان تكون تحت ترخيص، اذا لم تكن تحت ترخيص تعتبر ممارسه خاطئه. الترخيص من وين يطلع؟ من قبل هيئه السوق الماليه طبعا. يعني الان كذا ترخيص خاص في ترخيص خاص بالمشوره، اسمه ترخيص خاص بالمشوره، يستطيع ان يحصل عليه المؤسسات والشركات اللي ترغب في تقديم نصائح لعملائها او تقديم استشاره على الاوراق المالية. طيب استاذ عبد الله بشكل اكثر وضوحا، اليوم اذا واحد في حسابه في تويتر ولا في السناب شات وما عنده ترخيص وطلع قال يا جماعه انا انصح بشراء السهم الفلاني واتوقع انه راح يرتفع الى السعر الفلاني، هذا يعتبر مخالف وتوقع عليه عقوبه ولا لا؟ نعم صحيح. مخالف؟ اي نعم. لا، اذا انت لم تكن مرخص، والغالب هذا الناس اللي تتكلم عليهم غير مرخصين، فيعتبر مخالف انك تجي وتعطي تقول للناس اشتروا هذا السهم او ارى ان هذا السهم سوف يرتفع، فهذا يعتبر فيه مخالفه. والله يعني من المعلومات القويه والمفاجئه لانه ما كانت منتشره وما كانت معروفه من قبل. طيب ايش المخالفه اللي توقع عليه ومين الجهه اللي تضبطه وتخالفه؟ طبعا هي هيئه السوق الماليه منوط بها ضبط هذه التصرفات والممارسات، لذلك تلقى البيان ينشر عبر صفحة هيئة السوق المالية ويحال إلى لجنة الفصل في المنازعات على أساس أنها تحكم فيها.
يعني الهيئة في البداية والنهاية هي من تقوم بضبط هذه الممارسة. إيش العقوبة؟ عندها وعدة خاصة فيها. لا حتى العقوبات والله ما تحضرني، يعني يمكن هذا إجراء قانوني، يعني أنا ما غير مختص في القانونية، لكن زي ما شفنا في الإعلان الأخير كان في عقوبة مالية. إيه؟ ب100,000 ريال. ضرر. أيوة 100,000 ريال، ومن له ضرر طبعا يتقدم ب أو عنده عقود يعني وحاب أن يفكها لأنها تعتبر عقود غير صحيحة، فيستطيع أن يتقدم للهيئة عبر رابط معين ويلزم نظاما أنه ما يكون ملزم بدفع أي شيء للشخص هذا اللي تم ضبطه. طيب أيضا في صورة أخرى للممارسات، ودي أعرف منك إذا مخالفة ولا لا. في بعضهم ينشئ قنوات في التليجرام مثلا، أو يسوي بث في التيك توك أو بعض مواقع التواصل لهذا الغرض، لهذا الأمر، أو حتى مساحة في تويتر، هذه برضو تندرج تحت المخالفات إذا ما عنده ترخيص؟ إذا كان يستخدم هذه القنوات للترويج على للأسهم زين لأسهم معينة ويروج لها، طبعا هذه تعتبر مخالفة إذا كان غير مرخص. طيب كيف أعرف إن هذا الشخص مرخص؟ يعطى وثيقة ولا بطاقة معينة ولا إيش؟ الشركات المرخصة موجودة على صفحة هيئة السوق المالية، موجودة أي شخص يبغى يبدأ يشوفها. إذا كان هذا الشخص يعني يتكلم باسمه خلاص، ولكن بالغالب هذه الشركات ما يوجد شركة صراحة تستخدم هذه القنوات للحديث عن الأسهم بهذه الطريقة. لا أنا أتكلم عن الأشخاص أستاذ عبد الله، يمكن الشركات تنظيمها أكثر وضوحا، بس الأشخاص هي من يحصل عليها هم الشركات زين، ولا الشركات لديها أشخاص هم مرخصين للحديث عن هذه المواضيع، لذلك اللي تلقاهم في القنوات تليجرام ولا غيرها في الغاء مو الغالب يمكن كلهم مخالفين إذا كانوا يتحدثون بهذه الطريقة. اي بس الحين طبعا شوف الحين يعني الترخيص يعطى للشركه والشركه تعطيه لموظفينها صح؟ اي الموظفين هذول يكونوا مرخصين تحت اسم الشركه زين، ويستطيعون يتكلمون فيها، لكن اللي يصير وش اللي يصير؟ يصير يتكلمون في نطاق القنوات الرسميه للشركه، ما تلقاهم يتكلمون في تليجرام معليش يعني يتكلمون في تليجرام ويروج لأسهم، هذا مخالف. انت الموضوع ما أوه كلام. انت كذا تاخذنا الزاويه ثانيه، يعني بمعنى انه اي احد يتحدث بصفه شخصيه او في حساب شخصي هو مخالف من غير ما نسال عن موضوع الترخيص. اذا كنا نتكلم على الترويج زين واعطاء توصيات على الاسهم طبعا هذا مخالف، لازم يكون الكلام عن طريق الشركه والشركه المرخصه. اي عشان ما نفرق ويكون مفرح، في ناس ما يجي يعطيك توصيات كويس، يتكلم عن السوق بشكل عام، يتكلم عن المؤشرات، لكن ما يجي يتكلم لك عن توصيه بيع وشراء، هذا لا يعتبر مخالف، هذا حقك تتكلم، لكن تجي تتكلم تقول توصيات هنا وقف، هنا هذه تعتبر مخالفه. طيب بصراحة أستاذ عبد الله، يعني هذول موجودين بكثرة جدا في مواقع التواصل ونشوفهم بشكل شبه يومي، وين دور هيئة السوق المالية عنهم؟ يعني وين الرقابة عنهم؟ وهذا اللي دائما احنا دائما كل فترة تشوف الهيئة تعلن عن إيقاف حساب معرف معين، ضبط مخالف، فهي ممارسة موجودة، بس يعني يمكن هذه أخذت صدى المخالفة الأخيرة، لكن من قبل في ممارسات كثيرة ضبطتها الهيئة وزارت تضبط كثير منها، والسوق أعتقد أنه للأسف يعني في معرفات خارج الدولة وخارج النطاق يعني الجغرافي. طيب سؤال أخير إذا تسمح لي، ماذا لو كان يعني هو الظهور بشكل شخصي مخالف، ماذا لو كان أيضا المعلومات أو القراءات اللي يقدمها مضللة أو غير صحيحة، هذا يضاعف العقوبة ولا ما في شيء منصوص عليه؟ يعني ما اقدر اعطيك الراي القانوني فيها صراحه، انا ماني مختص مره ثانيه ماني مختص قانونيا، لكن من اللي يحكم انها مضلله اول شيء زين، وهذه لابد انها تفسر هل هي تضليل ولا لا، وهل هي بتعمد وغير تعمد، يعني هل كان القصد منها يعني محاوله تصريف اسم معينه او ترويج او شيء، هاي طبعا تخضع لتفسيرات قانونيه، انا ما استطيع ان اتكلم عنها، لكن اتكلم لك على الشيء الصريح والواضح، التوصيات هذه اللي نشوفها، التوصيات بالبيع والشراء تعتبر مخالفة اللي تتم عن طريق السوشيال ميديا في الغالب، إذا ما كان زي شركة مثلا فلان الشركة الفلانية، شركة معروفة مرخصة، واحدة من شركات البنوك ولا غيرها من الكابيتال، وقالوا احنا أصدرنا تقرير يوصي بشراء السهم الفلاني، هذا يعتبر ممارسة مسموح فيها طبعا لأنه عندهم الترخيص. لكن يجيك معرف فلان بن فلان زين ويقول
انا اوصيكم بسهم الفلاني لانه بشوفه يخترق قمه ويطلع مثلا للسعر الفلاني، هذا يعتبر مخالف. واضح جدا، اشكر لك هذا الوضوح استاذ عبد الله، وشكرا لحضورك معنا في هلا. بصراحه واحد من المعلومات النظاميه القانونيه المهمه جدا اللي اتوقع انه ما كانت معروفه او شائعه بشكل كبير جدا، ومهم اليوم انه نعرفها. اليوم وفقا لحديث الاستاذ عبد الله انه اي واحد يعطي توصيات فيما يخص شراء الاسهم في مواقع التواصل او غيرها يعتبر مخالف وتجب عليه العقوبه. منطلقنا للحديث العقوبه اللي اعلنت اليوم عن شخص غرم 100,000 ريال لهذا السبب بسبب عدم حصوله على ترخيص، والترخيص يعطى للشركات، وموظفين الشركات المرخصة هم من يتحدثوا وعن طريق الشركات مو حساباتهم الخاصة. موضوع كبير جدا ومهم تسليط الضوء عليه. شكرا للأستاذ عبد الله. إلى موضوع